تحب المحتوى الهابط صح؟ هاي هذا الفيديو حقي. السالفة وين بدت؟ قررت في بداية 2019 اني انزل في كل خميس فيديو، لكن كنت قاعد افكر شنو المحتوى اللي انا ابي اقدمه، فبديت اشوف شنو اللي موجود حواليني، فلقيت ان في وايد محتويات اقوى مني. صراحة محتوى وايد قوي ومفيد ومؤثر في المجتمع. فهم هذه محتواها من كثر ما هي واثقة محتواها وايد قوي، مبين ان محتواها وايد قوي ومطلوب في المجتمع ومؤثر. والوضع طبيعي وسهالات، يعني صاير الحين هذه ثقافة الكابلز، يعني غير هذيلاك هذيلة كل قاعد يتأثر فيهم أو مجموعة أو شريحة كبيرة قاعد تأثر فيهم، قاعد يصير كنا هذا الصح صح. يمكن احنا معقدين، يعني شنو المحتوى اللي أنا قاعد أقدمه؟ كاميرات ولا معدات ولا يهال قاعد يلعبون ولا مو النوع اللي يشد في السوشيال ميديا، يعني مو ذاك القيمة. شنو يعني تعلم الناس شلون يصوتون ولا شنو يستخدمون؟ لا شو اسمه عنديها وكون امورك بالتمام بالسليم. فطقيت بريك، شنو ممكن تسوي اذا كانت هذه الزحمة وهذا اللي الناس قاعد تشوفه؟ انتو تبون كذي؟ انت اللي قاعد تشوفني او انت اللي قاعد تشوفين، انت تبي كذي وانت تبين كذي ولا هم قاعد يفرضون علينا هذا الشيء غصب؟ عشان نكون فاهمين، يعني جاوبوني بالمنطق، هل هذا اللي انتم تبونه عشان كذي هم قاعد يسوون هالامور، ولا هذا شيء انتم مو عاجبكم وهم قاعد يسوونه غصب وهذا اللي صار دارج؟ عشان نعرف شلون نتعامل مع الموضوع، شنو حله الحين ب 2019 نبي نحط حل حق هالموضوع. يا ان انا بغير بسوي محتوى نفسهم، بشوف لي طريقه، ما ادري شنو، ما كله يعني قاعد افكر يا خندق على أم أيوب، يعني زوجتي، يعني أنا نظام اللي ما تقول اسم زوجتك ولا أهلك لأنه عيب. هذا عمال أول الحين عادي قاموا يطلعون، خلني أدق عليها أقول لها خل نسوي لنا شي فيديوهات كابلز نفس هذيلة، حبني وأحبك، مبين إيش كثر إحنا مشاهدات ملايين ويطلعون فلوس عادي. يعني أنت محتشمة بحجابك ولا إيش حق حجاب؟ الحين صار إن كل واحدة تطلع تقول انا اصلا ما كنت مقتنع فيه وما كنت متحجب عن قناعه، وتقطع حجاب عادي ويتقبل الناس، يتقبلون الموضوع عادي طبيعي. نصور هالسوالف نطلع لنا كم بيزه، يعني هذيلاك مو ريايل، يعني نفس الشيء هم ريايل وفيوز عادي، الناس قاعد تتابع، شركات قاعد تدفع فلوس، ما حد مستنكر، قاعد يبونهم عادي. انزين اللي بيقول انا مو عاجبني المشاهدات والارقام هذه، ما قاعد انت قاعد تقول مو عاجبك وانت قاعد تقول لي مو عاجبك، الارقام هذه والمشاهدات والناس اللي قاعد تدفع هذه من وين؟ وين قاعد تي؟ يعني خلينا نكون، ما ادري اللي قاعد يصير بالسوشيال ميديا شيء وايد غريب. هالنقاشات وايد، كل ما اقعد مع احد نتكلم في هالموضوع، بيمعى بديوانيه حلقة نقاشية ينطرح هذا الموضوع، ان السوشيال ميديا والمشاكل اللي فيه والامور والانحطاط والمستوى والمواضيع اللي قاعد تنطرح، زين ليش كل الناس قاعد تناقش وبعدين كل الناس هي قاعد تتابع؟ في شيء ناقص، في شيء يمكن، في شيء انا ماني فاهمه، فهموني قولوا لي. ليش قاعد اسال هالسؤال؟ ابي منكم اجابات، لان ساعات احس اني قاعد اكلم نفسي لما انا اتكلم في هالموضوع، فبدل لا اكلم نفسي بهالموضوع قلت اطرحه عليكم. المهم ما علينا منهم، بدل لا اكلم نفسي خل اكلمكم انتم. خلونا بالاخبار الزينه، بسنه 2019 راح انزل كل خميس فيديو، هذا اهم خبر الحين موجود عندي، وراح نحاول نوصل فيه المتعه والمعلومه بنفس الوقت، وممكن شويه ولا